الله معكم يا أحباء. تأملنا اليوم من المزمور 119 الآية 18. بتقول الآية: أكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. بتحكي قصتنا اليوم عن رجل بيعيش بالغابات بإحدى المناطق بأمريكا الجنوبية، وكان هيدا الشخص عايش وحيد بمنطقة معزولة. كان في مجموعة عم تراقب هيدا الشخص لأنه اكتشفت أنه بقى عنده بعض التصرفات الغريبة. كان كل يوم الصبح بيطلع على الغابة، بيقطع الحطب وبيجمع كل العلب الكولا الفاضية بيبيع. وبتستغرب هيدي المجموعة من تصرفات هيدا الشخص لأنه عم يعيش هيدا الالتزام وعايش بحالة انعزالية عميقة. وبإحدى الأيام بتوفى هيدا الشخص، وبتكمل القصة وبتقول بيدخلوا هيدول المجموعة على البيت وبيلاقوا، بيتفاجئوا بيلاقوا رزم من المصاري والجواهر. نعم يا أحباء، هيدا الشخص كان عم يبحث، وكأنه عم يبحث على كنز ثمين وهو المال، وتناسى انه هيدا الشخص هيدي الاشياء هي زائلة والباقي هو الله وحده. نسي انه الله هو الكنز الثمين. ماذا ينفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ خلونا نفكر يا احباء بهذه الكلمات، ونجرب نفتش عن ربنا وهو كنزنا الثمين. وإلى نفحة روحية جديدة، والله معكم. يظهر لك وجهه ويرحمك، يحول عينيه نحوك ويهبك السلام، ويهبك السلام. يباركك الرب ويحفظك، يباركك يظهر لك وجهه ويرحمك، يحول عينيه نحوك ويحفظك، يظهر لك وجهه ويرحمك، يحول عينيه نحوك، عينيه نحوك ويهبك السلام. يباركك الرب ويحفظك، يظهر لك وجهه ويرحمك، يحول عينيه نحوك، عينيه نحوك.